الهربس فيروس لو انتوا فاكرين، اللي طبعا اللي فاكر كنت انا مجمع الهربس مش عارف، مش هقدر اعيد الكلام ده تاني بقى. جمعت مجموعه الدي ان ايه فيروس، مش بناخدها جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف، دي ان ايه او ار ان ايه، وحطيتهم بس تفكيره للتذكره، حطيتهم تحت كلمه هابي. هابي زي الخواجات ما بيتكلموا، عارفين الخواجات ايه؟ هابي يحب لك ال هابي دي العيله بتاعت الدي ان ايه، يبقى دول كلهم دي ان ايه. الار ان ايه هيبقى لهم وضع ثاني، هنسميهم باسماء ثانيه برضه اختصارات. ورحت مقسم الهابي ده الى مجموعتين، مجموعه انفلوب ومجموعه نيجاتيف، وكلهم بيشتركوا انهم دي ان ايه، كلهم يشتركوا في الحته دي. اما اخذت الانفلوب قلت تحت الاتش والاتش والبي، قلت دي الهربيتو فيري، دي عائله كبيره اسمها ودي اسمها الهيبادنا ودي اسمها البوكس. اما هنا قلت الادينو وقلت الباء بو فا، وبعد كده قلت الباردو، وحطيت وضعت يونيك فيتشر لكل مجموعه، وبدات في العيله دي وانتهيت من نصها تقريبا اللي هي الايه؟ الهربيتو فيري. هربيتو انا الكلام ده المفروض ما اقول ما اقولهوش، لكن بقوله عشان اللي ايه؟ اللي قاعد عشان امتحان الايه؟ النيوتريشن. فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، صح؟ المنبت لا ارضا قطع، راح امتحن. طب ما انت هنا اهو هتلاقي فاتتك الحته دي. طيب جيت قلت ايه هنا؟ في ايه بقى في الهربيتو فيري دي؟ قلت في الفا وفي قلت بيتا وقلت في ايه؟ جاما. قلت فروق بينهم. تحت كلمة ألفا أخذنا الهربس سيمبلكس فيروس 1 وهربس سيمبلكس فيروس 2 وأخذنا الفاريسيلا زوستر فيروس واديت لها رقم 3، وخلصت منهم دول بالتفصيل. واللي حضروا انبسطوا بالمحاضرة دي ولا ما انبسطوش؟ حضرت؟ راحت عليك. مين اللي حضر؟ يوسف حضر. مين اللي حضر؟ مين تاني؟ أنت اللي حضرت. طيب اللي حضر بقى فاهم القصة دي، بس انا بديك التقسيمه بتاعتك. ناقص البيتا، انا قلت دول كلهم 8، وحطيت لك اليونيك فيتشر. دايما اما بنيجي نتكلم عن حاجه بندي الاول جنرال بروبرتيز اوف ذا ايه؟ ايجنت او الانمي. الانمي العدو بتاعك دي كل الخصائص العامه له، لكن كل عدو ليه خاصيه معينه خاصه بيه، يسموها ايه بقى؟ يونيك فيتشر. لما اجي واسالك على جنرال بروبرتيز تحط معايا اليونيك فيتشر. اما اسالك على اليونيك فيتشر يبقى لو حطيت لي جنرال بروبرتيز مش ملهاش قيمه، يبقى هي ايه اليونيك؟ مثلا اليونيك فيتشر انا قلتها المره اللي فاتت ومش هقولها تاني، انتندد ان انا ما اقولهاش تاني. انا ما بقولهاش تاني. حطيت هنا 3 فيروس برضه، قلت في حاجه اسمها ايه لو حد يفكرني؟ سايتو ميجالو فيروس، وده عطيت له رقم 5 سي ام في فيروس اللي هو سايتو ميجالو، وبعدين هيومن هيربس فيروس 6 وهيومن هيربس فيروس 7. لو جينا هنا في الجاما كان في 2 فيروس، واحد اسمه ايبشتاين بار فيروس، اي بي فيروس، ايبشتاين بار فيروس، وده عطيت له رقم 4، وبعدين عطيت حاجه اسمها كابوسي ساركوما، كابوسي ساركوما فيروس، وده عطيت له رقم 8. التوتال بتاعي بقوا 8 فيروس. قلت لك على اليونيك فيتشر وخلصت من الامراض دي حتى النهارده في البيتا جروب. البيتا جروب دول كانوا بيتميزوا انهم دايما بيجوا في الاكتوديرمال سيلز. قلت لكم الاكتوديرمال بتبقى في السي ان اس وتبقى في الكورنيا وتبقى في السكين، مش دي كلها اكتوديرم؟ كلهم ارايزنج فروم ذا اكتودير البرين، وينفرد منه الاي. الاي ده عباره عن بروتروجن من البرين، مش كده ولا ايه؟ الاوبتيك نيرف طالع بره وعامل خرم في الاوبتيك اوربت وراح مطلع الاي دي، تعتبر من الايه؟ عشان كده العين بترفلكت كل الحاجه موجوده ايه؟ في المخ، موجوده في المخ. بقى الاكتوديرمال، بقت الاكتوديرمال عندك السكين او الميوكوكوتينوس جنكشن اللي موجوده، واتكلمنا على الحاجات دي بالتفصيل مفيش داعي اعيد على الثاني. النهارده هبدا في البيتا. البيتا سايتو ميجالو فيروس، سايتو ميجالو فيروس ده بقى مش بس في الاكتوديرم، ده في الايبيثيليال سيلز، ممكن يجي في الايبيثيليال سيلز زائد الليوكوسايت. ليوكوسايت ده الهوست سيلز او السسبتبل سيلز، السسبتبل سيلز لان كل واحد ليه ريسبتورز معينه. لو بدات في السيتوميجالو فيروس
سايتو يعني ايه؟ سايتو يعني خلية. ميجالو يعني ايه؟ كبيرة. ميجالو فيروس. وده واخد رقم كام من المجموعة؟ واخد رقم 5. يبقى معنى كده سايتو ميجالو فيروس ده الباثولوجي بتاعه يا سيد مؤيد، الباثولوجي حقه انه يعمل لي مالتي نيوكليتد جاين سيلز تبقى كبيره جدا. هم بيعملوا كلهم مالتي نيوكليتد. قلت الخصائص انترا نيوكلير انكلوجن بوديز وسمال كودري بوديز. قلت الكلام ده ولا ما قلتوش؟ اللي حضر يعرف. فبتعمل لي تخيل خليه ايه في النهايه؟ خليه تتكسر كل الجدر بينها وتبقى كلها مليانه ايه؟ مالتي نيوكليار. وبيديني انكلوجن بودي مش كودري بودي زي بتاعت كودري انكلوجن بوديز اللي قلت عليها. بيدينا هنا الانكلوجن بوديز بيسموها اولز اي بوديز. اولز يعني ايه؟ اي البومه. لان بتبص تلاقي الانكلوجن بوديز بيبقى شكلها زي شكل البومه، تبقى فيري دنس ولارج، واحده فيري دنس ولارج وحوالي منها رم كده اهو. فبيديك العين ده عين ايه بقى؟ عين البومه. فبيسموها السيتوميجالو فيروس، يديك عين البومه. السيتوميجالو فيروس بيديني انفكشن من اول النيونيتال انفكشن. نرجع ورا كمان شويه ممكن في البريجنسي. فبيبقى في عده انواع من الانفكشن، والانفكشن اكوايرد باي بوث هوريزونتال انفكشن وفيرتيكال انفكشن. باي فيرتيكال اي مين بريجنسي، ترانس بلاسينتال، ترانس فاجينال اند ترانس ميلك. عن طريق الايه؟ عن طريق الميلك او عن طريق الايه؟ البريست فيدنج. دي معنى الفيرتيكال كل الطرق، وخصوصا الحاجات اللي فيها ترانسبلانتيشن سواء كانت بلاد او سواء كان ايه؟ تيشوز يعني جرافت يعني ترانسبلانتيشن او ترانسفيوجن. بجانب بقى الحاجات الثانيه السلايفا، الكونتاكت، السكسوال انتركورس، البلاد ترانسفيوجن، البريكنج، الدروبليت، كل دي ايه؟ انواع من الانفكشن. يعني مفيش حاجه بتخلو منه من السيتوميجالو فيروس انفكشن. لو اخدت الانفكشن ممكن اقسمه لثلاث حاجات او اربع حاجات. لو جه في واحد اميونو كومبيننت، اميونو ايه؟ كومبيننت، ممكن ما يبانش فيه حاجه وما يبانش فيه اي مانيفستيشن وتعدي. واحد قبض وجاله بس يشدنج الفيروس وما تبانش، يبقى سب كلينيكال ما يبانش عليه ايه؟ اي حاجه. المشكله لو جه في واحده ايه؟ بريجننت، يبقى القدر بقى دلوقتي لو كان اميونو كومبيننت ممكن يبقى سب كلينيكال انفكشن او ابورت وما يبانش عليه اي حاجه، ويعمل انتي بوديز ويعيش حياته. يعيش حياته طالما هو ايه؟ اميونو كومبتنت. لكن لو جه في يوم من الايام جاله مرض نزل الاميونيتي بتاعته، او احنا عملنا له حاجه ونزلنا الاميونيتي. يعني عملنا له اميونو كومبرومايزيشن سواء كانت ديفيشنت غصب عنه جاله ديزيز عمل ديفيشنت، او سواء انديوست ان احنا بننزل الاميون في حالات الايه؟ ترانسبلانتيشن. يبقى ده اسمه انديوست، احنا بنعمله بنفسنا. تبان بقى عليه بقى اعراض المرض وتبان في عده صور. بالنسبه للحوامل، الحمل نفسه الفيميل بريجننت فيميل ده بيعتبر اميونو ايه؟ اميونو ايه؟ لا مش كومبرومايز، لان ده دي اندر تنشن. فممكن يبان عليها الانفكشن في صوره ايه؟ جنرال مانيفستيشن، شويه فيفر، مايلد مايالجيا، شويه هيدك، حاجات بسيطه جدا. لكن المشكله انها ممكن يعمل بقى انفكشن بقى ترانس بلاسينتال. الاطفال اللي بيتولدوا دول بيقول لهم المرض بقى اللي بيتولدوا دول يقول لهم حاجه اسمها سايتوموجاليك انكلوجن ديزيز. سايتوموجاليك انكلوجن ديزيز. تبص تلاقي الطفل حاجه من ثلاثه او اربع حاجات، يا اما يحصل ابورشن، يا اما يحصل سيلبير، يا اما يحصل بري تيرم يعني ايه؟ قبل البريماتور ليبر، يا اما يتولد ويبان لك نورمال وهو كله ايه؟ مشاكل، يا اما يتولد وفي ديفكت. الديفكت بقى يبان في كل الاجسام بتاعته. ممكن يجي لك باي مايكرو كيفل. مايكرو يعني ايه؟ تلاقي مخه قد كده. مايكرو كيفل ممكن يجي له عنده ريتينايتس ويجي له عمى، ممكن يكون عنده ديفنس، ممكن يكون عنده انكيفالايتس،
ممكن يتولدوا تلاقي بطنه منفوخه كبيره، يجي له ايه؟ هيباتو سبلينو ميجالي. ممكن يجي له سكراشز، تلاقي كل جسمه سكراشز، الجنرالايز لينفادينوباثي، كل هارت ديزيز، كل المشاكل كلها اللي هي الابنورماليتيز كلها ممكن تبان في الايه؟ في المولود، ودي مشكله كبيره جدا. وممكن يبان مسكين بقى شكله نورمال، لكن الاي كيو بتاعته او السكورينج بتاعه، وده بيبقوا متخلفين في الفصول، تلاقي الفصل فيه 30 طالب، واحد مثلا منهم شكله نورمال كويس قوي، لكن حصل اصلا فين؟ في حصل منتاليتي برين دامج ومش باينه، ويضرب ابوه فيه والمدرس يضرب فيه، يا غبي يا غبي يا غبي، وهو اصلا كان عنده ايه؟ عنده سايتوميجالو فيروس. بيميل انه يكون بقى موجود في الصلايفة، ممكن يدي انفكشن للاخرين، وممكن يبقى مع اليوريتيك، فبيجي كمان للابيثيليال سيلز او الجلانديولار سيلز بجانب النيوترو. ساعات بقى يديني في الكبار اللي هي الاميونو كومبرو، الاميونو كومبيننت، ممكن يديني في الاميونو كومبرومايز شويه، يعني او الاميونيتي قليله عندهم شويه، ممكن يديني حاجه اسمها انفكشس مونونيوكليوزس لايك، يعني بيجي له سورو سرور. الانفكشس مونونيوكليوزس اصلا بيحصل بالاي بي فايروس، بالاي بي فايروس، هقول لك الفرق بين ده وده. يبقى في مرض اسمه انفكشس مونو نيوكليوز، ده المرض ده مشهور، في بروبر وفي لايك. مين اللي بيعمل البروبر؟ الاي بي فايروس، واحد حاليا ما اجي للايه؟ للاي بي فايروس. يبقى بيدينا حاجه اسمها انفكشس مونو نيوكليوز لايك، ساعات يسموه سايتوميجانيك مونو نيوكليوز، مش اي بي فايروس مونو نيوكليوز، سايتوميجانيك. ده يتميز بصور سروت ومع فيفر وما معهوش شويه مانيفستيشن، اما اجي اقولهم مع الاي بي فايروس بروبر او الانفكشس مونيوكلوزس. مثلا ده بيعمل لي مشكله في كل ترانسبلانتيشن، في الكيدني ترانسبلانتيشن بالذات. انا قلت لك بيعمل في الاطفال كل الليجن اللي انت بتتصورها، من اول بقى البيربورا، من اول السكن راشز، الهيباتوس بلينوميجالي، جنرالز ليمفادينوباثي، كل بجانب الابنورمالز بالذات. ساعات بقى حديثا بقى الجماعه اللي بنعمل لهم ترانسبلانتيشن تبص تلاقي العمليه تنجح وتبوظ، عشان ايه؟ السيتوميجالو فايروس. الكيدني من واحد لواحد، والكيدني اللي انا واخدها دي يا اما اصلا فيها سيتوميجالو فايروس، لان هو بيستخبى، بقول لك الكيدني والسليبر جلاندز وحتت معينه، فالمفروض اعرف اذا كان في سيتوميجاليك فايروس كارير ولا مش كارير، من الدونيشن الدونور نفسه اكسكلود سيتوميجاليك. طيب انا قلت واخد الراجل الكيدني كانت سليمه، اللي جاله الريسيبيان ده عنده سيتوموجاليك فيروس وسايلنت، مش كده؟ بديله سبريسور دراج، تبان عليه بقى المانيفستيشن، وتبص تلاقي ايه؟ يحصل مشاكل في عمليه الكيدني. حديثا بيعمل لي مشكله دلوقتي، في حديثا بيعملوا دلوقتي حاجه اسمها كاتيبر او ستنت، دعامه للقلب، فاكرين تسمعوا دعامه للقلب؟ ستنت، كاردياك ستنت. الجماعه اللي بيبقى عندهم كوروناري ستينوزس، كوروناري ستينوزس دول بيقولوا لهم انجينا بيكتوريس، يجي لهم شيست بين وريتروسترنال بين، ودايما الكوروناري ضيق، فبيعملوا لهم دلوقتي، كان زمان دي مشكله، دلوقتي بيدكك بقى ايه؟ كاتيتر بيدخلها من الفيمور من تحت، ويوصل الاورطه، وبعدين يروح داخل من الاورطه على الايه؟ على الهار. ارسم لك الرسمه دي، يمكن تكون برضه ايه؟ تبقى واخد فكره عنها كطالب طب. ادي عندي الهارت بالشكل ده، مش كده ولا ايه؟ ها؟ وعندي هنا ادي الاورتك، وبيبقى عندي هنا الكورونا طالعه بتغذي بقى الهارت، بيبقى فيه ديسندنج واسندنج ورايت وليفت، مش كده؟ في الكورونا الارتك، ولا ما درستوهاش دي؟ ساعات بقى بيحصل ضيق بقى في الحته دي، والارتك وهو ماشي بالشكل ده احنا بنخليه باللون الاحمر، فبيحصل ستينوزس. ادي الارت اهو، ادي الكورونا اهو، وبص ليه حصل ضيق اهو، ها؟ والتفريعات بتاعته دي حصلت قافله، بيسموها ستينوزس. كانوا زمان دي مشكله يفضل طول عمره بالعلاج، لا دلوقتي بيروح يدخل من الفيمورال ويدخل ويروح الارش هنا، وبعدين يدخل كل ده تحت التلفزيون، ويروح ايه؟ مسلك الحته دي. فبيستعملوها كدايجنوستيك وكثيرابيوتيك. يعمل ايه؟ يحط ستنت. ايه الستنت دي؟ الدعامه دي. دي عامله زي السوستة، عارفين السوستة؟ ويروح عامل لها انسيرشن في الدي ده، يروح يدخل السوستة دي وعامل لها انسيرشن. ده السوستة بتاعت القلم، عارفين القلم الجاف؟ مش ليه سوستة كده؟ اما تدخل في الحته دي تروح مقطعه جوه.
متمطعه، يبقى الضيق ده يتوسع، تروح هي متنكه في الحته دي توسع، فالبلاد فلو يمشي ولا محتاج لعلاج ولا محتاج لحاجه. ودي من احسن انجازات الطب في الوقت الحديث، ان هو يعمل ايه؟ يسموها كوروناري، الاسم العلمي كوروناري انجيو بلاستي. انجيو يعني ارتري، بلاستي يعني تجميد، كوروناري يعني تاجي، مش كده؟ يبقى بيعمل عمل بدل كلمه ستنت دي بلدي، يعمل لك ايه؟ كوروناري انجيو بلاستي. اتفهمت؟ يعيش المريض حياته ولا كانه في اي حاجه. انا شخصيا عملتها دي. ولا في علاج ولا في بتاع، كان زمان يفضل طول عمره ياخد العلاج. هتلاقي ناس كتير عملوا كورونا، ما فيش حد قريبكم عمل ستنت؟ ردوا عليا. الا يبقى في. طيب زي اللي كلمني وقال لي كان عندي زوستر، مين اللي كان عنده زوستر ده؟ الحزام الناري. ايوه هو وزميله. طيب بنعمل بقى ايه؟ كوروناري انجيو بلاستي، بتتعمل عمليه وتبقى كويسه وكتر خير ومتشكرين وتمام التمام، ويمشي ويعيش حياته. لو في سايتوميجالو فيروس يحصل له رياكتيفيشن. رياكتيفيشن هنا في ماسكيولوز على فكره، الارتري ده لو انتوا عاملينه بالشكل ده، انتوا عارفين بيبقى في اندو سيليار سيلز وفي ماسكيولوزا وفي تيونيك ادفنتيشيا من بره، ولا مش عارفين بيعمل بقى رياكتيفيشن، فيخلي الماسكيولوزا دي تكبر ويحصل لها هايبرتروفي، فتروح متضغطه تاني على الستين، فبيعمل لي بقى ريستينوزيس اوف كوروناري انجيوبلاستي الحديثا، غير انه بيعمل في الكيدن القصه دي، فبيعمل لي بقى ري يعني اعاده، ري ستينوزيس يضيق تاني في الايه؟ في الكوروناري انجيوبلاستي. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ يبقى بيعمل لي عده امراض. في مشاكل برضه في النيرسري، في الاطفال ساعات بقى بيتولدوا ما يبانش في اي مشكله، لكن يبقى الصلايفة بتاعته موجوده واليورين، وطبعا في النيرسري مع التلامذه بتاعت زمايله في يقول عليها ايه؟ مدارس الحضانه يعني، ها؟ ممكن يجيب لهم انفكشن، لان الفيروس تكريت مع اليورين ومع الصلايفة. انا قلت لكم عشان كده ساعات بيسموه سليفري جلاند ديزيز. يبقى السيتوميجاليك انكلوجن ديزيز اللي انا قلت عليها اللي بتيجي للاطفال بجانب اللي بتيجي للكبار، وساعات بيسموا المرض يا مؤيد، بيسموه ايه بقى؟ ها؟ ها؟ سليفري جلاند ديزيز او سليفري سيتوميجاليك جلاند ديزيز. انتهينا من العمليات. التشخيص في ممكن الحاجات اللي قلت عليها الدايركت وان دايركت، ديتكت الفيروس، ديتكت الانكلوجن بوديز، اولها اسمها ايه الانكلوجن بوديز؟ اولز. ها؟ ايوه اولز اي انكلوجن بوديز، بعكس بتاعت الهيربس بسميها ايه؟ كودري انكلوجن بوديز، انتهى المره اللي فاتت، كودري انكلوجن بوديز. ممكن ديتكت الانتي بوديز باي سيرولوجي، باي اميونوفلوريسنس، باي اليزا تيست، باي ديتكشن اوف ذا فيروس او فيروس كومبوننت او فيروس بروتين او فيروس انتيجين او فيروس نيوكليك اسيد. وممكن اعملها دي باي بروبنج، اعمل لها باي بروبنج اخذتوها في الاميونولوجي او باي بي سي ار. انتهينا من. طب العلاج، لو انتم فاكرين المره اللي فاتت قلت لكم ايه؟ الانتي هيربيتيك دراجز قلت لك عليها، قلت لك اول حاجه اهم علاج ايه؟ اسايكلوفير، بدي اسايكلوفير. انا قلت لكم الانتي هيربيتيك دراجز، ويمكن الدكتور سمير وانا جاي كده سمعت كلمه غاز عن الايه؟ الفيدا روبين اقول لكم عليه ولا حاجه؟ سامع كلمه كده؟ انا قلت لك كل الانتي هيربيتيك دراجز قلتها لك المره اللي فاتت، اللي هو الفايف تو ايودوكسيوريدين، وبديك الادينين ارابينوز والاسايكلوفير، قلت لك ده بيبقى الثايبيدين كاينيز بيبقى له دور فيه، وبعدين الجال سايكلوفير والفال سايكلوفير والبير سايكلوفير، اخدت انت كله. وبعدين قلت لك في دراج اسمه فوسكارنيت فوسفو فورميك اسيد، قلت الكلام ده ولا ما قلتوش؟ قلته للي حضر، وقلت ممكن ينزل لك سؤال كامل على السي، سؤال كامل على القصه دي عشان اللي ما حضرش يبقى ايه؟ ماشي. هل في فاكسين؟ ما في فاكسين. طب مين اللي ليه فاكسين؟ قلنا المره اللي فاتت الشيكن باكس، الفاريسيلا. بس اسمه ايه الفاكسين؟ فاري فاكس، فاري جايه من فاريسيلا. سمعتها يا يوسف؟ فاري فاكس سمعته. يبقى خلصت من ايه؟ من
السايتو ميجاليك والكومبليكيشن بتاعها. طيب الهيومن هيربس فيروس سيكتم، احنا قلنا 1 2 3 5 6 7 وبعدين نرجع هنا 4 وهنا 8. الهيومن هيربس فيروس 6 ده دايما يجي للاطفال الانفنت من سن 6 شهور لغايه سنتين 3. بص تلاقي الطفل 4 سنين 5 سنين، تلاقي الطفل جالك وعنده سور ثروت، ومعظم الاطفال بيجالك سور ثروت. دايما الاطفال لما يقول لك في العياده بتاعتك تتوقع انه معظمهم، لان ده مش قلناه في الريسبيراتوري سيستم، تتوقع انه عنده ايه بقى؟ سور ثروت. اول حاجه تعملها تقعد وتروح تعمل جبريسر وتفتح الكشاف وتشوف، هتلاقي سور ثروت يعني انفلاميشن اوف دي ميوكوزا ممبرين لايننج ذا فارينكس، وساعات اللارينكس، وساعات معها الاوروفارينكس، الحته دي كلها دي بيسموها سور ثروت. وساعات تلاقي التو تونس الكبار كده قدام منك، وساعات تبص بقى بمرايه من ورا تلاقي ريترو نيزل اجريجيشن اوف ليمف نود بيسموها ادينويد. ادينويد اللي هي ايه؟ اللحميه اللي بنكحتها لما نيجي نعمل البتاع ده، اللحميه لا مش من هنا، في نهايه النوز من جوه الفتحه اللي من جوه يحصل اجريجيشن اوف ليمف نود، دي عشان السيركل بتاعت البروتكشن، فدي تخلي الولد يخنفر باستمرار وفتح بقه كده بيسموها ادينويد فيز. لو ابوه سابه الولد ده يطلع غبي بعد كده. ليه؟ ليها قصه بقى نحكي لكم في وقت تاني. ها؟ ها؟ ممكن تقول يا ريت الله بس الوقت اولى في العمل دي. طب عشان خاطرك بس الولد ده بس هتاخدها في انف واذن يا ابني والله. الولد ده اصلا بتلاقي فيه اجريجيشن اوف ليمف نود ورا النوز مش من هنا بقى ورا النوز، فبتتراكم عليه مجموعه عوامل، التونس الكبيره والليمف نود ريترو نيزل من ورا اللي هي ممر الهواء مقفول برضه، فتلاقيه يتنفس منين بقى؟ من فتح فمه على طول. ما ده فتح فمه على طول يبقى على طول في دراينس ويحصل انفكشن، يبقى في سلايفا بتيجي وتنشف فيحصل ايه؟ انفكشن، ويحصل له على طول انفكشن، يبقى دايره من الايه؟ الانفكشن. السوفت والهارد بالت مش مطابقين على اللسان، المفروض يبقى مطبوع على مش كده ولا ايه؟ فبياخد التمبلت بتاعت الايه؟ الشكل بتاع اللسان. هنا ما فيش عمليه التطبيقه دي، فتبص تلاقي في دومينج شيب اوف ذا سوفت اند هارد بالت. بمعنى ايه؟ بدل ما البلت بتاعي يبقى بالشكل ده اهو وينتهي هنا بالنوز اهو، بدل ما يبقى كده اهو كده اهو، لا ده يحصل دومينج شيب بالشكل ده والنوز تبقى كده، يبقى كانه البلت ايه؟ عامل زي القبه. طب ده يبقى على حساب مين؟ على حساب مين؟ على حساب النوز. طب النوز دي فيها سبتم، السبتم ده بيحصل له نمو بس ايه مش ملاحق السوفتنج اوف ذا بالت والهاردنس اوف ذا بالت عشان تبقى بلاتو، فيحصل له ايه؟ ديفيشن، فيحصل ليه اعوجاج، فيحصل ليه اذا ايه؟ سبتم ديفيشن، دي هتعدل بمشاكل في هنا هي فتحات بتدخل على المجزلري دي هتتقفل، بيحصل له ايروبيك انفكشن، بيحصل له مجزلري ساينوسايتس. طيب العمليات دي بتخلي على طول من فوق فتح بقه مفيش ارتكيوليشن، فتخلي الضب بتاعه اسنانه دي مش هتبقى مظبوطه، بدل ما هي نازله كده هتروح طالعه كده، يحصل له ايه بقى؟ الضب، عارف الضب؟ اسنانه دي ايه؟ طالعه لبره، الاسنان دي كلها طالعه لبره. المندبل نفسه المفروض بينمو مع نمو السنان، هيبقى المندبل ضيق والسنان عددها معروف، فيبقى اوفر كراودنج على بعض، بيحصل اوفرلاب، كميه الاكسجين اللي داخله قليله، البرين مش هيبقى فيه ايه؟ انوركسيا، هيبقى اكل كتيره كده، ده بيسموه ادينويد فيز. عشان كده اي طفل لو جاله ريبيتد تونسلايتس توقع انه عنده ايه؟ ادينويد. وهو بيعمل العمليه الراجل الجراح لازم يروح كاحت ايه بقى؟ شويه الليمف نود دي هناخدها مع الادينو فيروس. اما نيجي ناخد الادينو فيروس لانه اول ما اكتشفوها شبعت عرفتها. طيب الحمد لله. ايه بقى يجي للطفل بقى؟ يجي له عنده سور ثروت وفارنجايتس سيفير وجنرالز ليمفادينوما ادينايتس، وعنده في نفس الوقت غير القصه دي كلها عنده في وقت سكين راشز. سكين راشز كلمه سكين راشز دي بيسموها في الطب مع الاطفال بالذات بتوع اكزانتيما
يعني طفح في الاجزام يعني بره، فاهم؟ ثم يعني لون، ماشي؟ يبقى تبص تلاقي عليه ايه؟ طفح. مش يقول لك عليه طفح؟ طفح يعني ايه؟ تلاقي بقع حمراء طالعه، مكيول وبابيول وباستيول والكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، ده بيسموه طفح، سكين ايربشن. لو جوه في الانتستين يسموه انزانسيما، ان يعني من جوه، لو بره على السكين وباين يسموه ايه؟ اكزانسيما. المشكله دي بتقابل بتوع الاطفال دايما، انه يقول لك الطفل عنده فيفر وسور ثروت واكزانسيما. لو جبنا كتاب، في كتاب اسمه نيلسون للاطفال، مرجع كبير دايما بيبقى عند دكاتره الاطفال متخصصين، هتلاقي في جدول كبير يقول لك اكزانسيما. كنا بندي محاضره زمان لسنه رابعه اللي زيكم كده اكزانسيميتاس ديزيز، لان الفيفر مثلا في عندي اقل حاجه المشهورين 50 نوع من الفيفر، بيدوني 50 نوع، لكن في اكتر من كده بيبقوا اسوشيتد ويز ايه؟ اكزانسيما. وانتوا بتدرسوا بيقول لك التيفود بيجي معاه روز سبوتس، ده اسمه ايه؟ اكزانسيما. بتاع المننجايتس يجي عنده سكن راشز، مش كده ولا ايه؟ مش بيجي سكن راشز برضه؟ ده اكزانسيماتس ديزيز. بتاع السيفلس يجي له عنده برضه سكن راشز وميوكس باتشز، يقول لك اكزانسيما. بتاع الريكيتسيا امراض كثيره جدا، فبتبقى مشكله في الطفل. عشان كده بتوع الاطفال قسمهم بخصوص البيدياتريك ايج، قسموا الموست كومون اكزانسيماتس ديزيز اللي بتحصل في الاطفال لمجموعه كبيره، لكن عملوا سته قالوا اشهر حاله. يبقى في 6 اكزانسيماتس ديزيز مشهورين، اكزانسيماتس ديزيز 6 1 و2 و3 و4 و5 و6. ده بيديني بقى مرض اسمه بقى ايه؟ هو ده رقم 6، بيديني ذا 6 اكزانسيماتس ديزيز، بيسموه بقى 6 ديزيز. ساعات يسموه بقى ريزيولا، ريزيولا يعني احمر مش كده؟ انفانتم للاطفال، ريزيولا انفانتم. يبقى نفس المرض ده يسموه ساعات، يبقى ايه؟ انا هحط هنا نمرة 6، يسموه ريزيولا انفانتم في الطفل. يعني تفتح بقه تلاقي فيه الكلام، وساعات يسموه 6 ديزيز، وساعات يسموه اكزانتما سابيتم. سابيتم سابيتم، لان دايما المفروض طبيب الاطفال ما يكشفش بس فوقيه اللي على الطفل خالص، لان ساعات الام تبقى مش عارفه، هو يكتشف بقى الايه؟ الطفح اللي موجود والديستريبيوشن بتاعه. فده بيسموه السكس ديزيز. معنى كده انه مسبوق بكام ديزيز؟ خدهم بالمره 5. ايه الاذر اكزانسيماتس ديزيز؟ نمره واحد الفاريسيلا زوستر اللي قلت عليها المره اللي فاتت، فاكرين الفاريسيلا زوستر؟ اللي هي تشيكن بوكس. يبقى اول واحد ايه؟ الفاريسيلا، مش زوستر بقى، فاريسيلا. ده بيديني اكزانسيماتس ديزيز، ده نمره واحد. نمره 2 مرض اسمه روبيلا، ومرض اسمه روبيولا. الروبيلا اللي هو جيرمان ميزل، الروبيولا اللي هو الميزلز. يبقى دول ثلاثه فيروس. في واحد هنا في الوسط بكتيريا بيسموه سكارلت فيفر. سكارلت فيفر ده بيحصل بالايه؟ التوكسيجينيك سترينز اوف جروب ايه؟ ستريبتوكوكاي، اخدتوها مع الدكتور قاسم، اسمه سكارلت فيفر. يبقى كام واحد دلوقتي؟ 1 2 3 وسكارلت فيفر. في واحد بقى قبل ده الريزولا، ده هناخده في الباربو فيروس، بيسموه الفيفس ديزيز، الفيفس، المرض الخامس. الفيفس ديزيز. الفيفس بيسموه، او ساعات يسموه سلاب تشيك سندروم. سلاب يعني يجي لك الطفل كانه واخد قلمين، مصفوع قلمين على وشه، مجرد تبص على وشه تلاقي وشه ده، تلاقيه في كتب الخواجات كده، الطفل شكله جميل وكده، بس هنا ايه؟ احمر وهنا احمر، كانه واخد ايه؟ اسمه سلاب تشيك. سلاب تشيك، سلاب يعني مصفوع تشيك. السادس بقى اللي هو ريزيولا انفانتا، السادس اللي هو ايه؟ يبقى عندي الخمسه اكزانسيماتس ديزيز. في حاجه هنا دراج كونترا انديكيتد ان انا اديه، حد فاكر قلت ايه؟ الاسبرين كونترا انديكيتد، ان لان الاطفال بقى عندهم سخونيه، كونترا انديكيتد ان ايه اديله. ليه؟ بيحصل سندروم اسمه ايه؟ انا قلت اربع سندروم، رايس سندروم. فتلاقي الطفل عايز تنزل الحراره بتاعته فتموته، تديله اسبرين، يحصل له انكيفالوباثي وانكيفالايتس وهيباتايتس
وبلاط امونيا تزيد والفلتاليتي بتاع الفلتاليتي بتاعته تزيد ل 70 او 80%. مفهوم؟ قلت من زمان قلت لكم الكلام ده، كونترا انديكيتد ان انا اديلهم اسبرين، وكونترا انديكيتد ان انا ابدا استيرويد في الكوليسترول الاستيرويد او الكورتيزون، كونترا انديكيتد ان انا اديله في قلت له المره اللي فاتت فين؟ فين؟ قلته فين؟ في الاي مش قلت في حاجه اسمها دندريتك دندريتايتس دندريتك السر. طيب الحمد لله ان انت استحقيت. يبقى في مرض اسمه ايه بقى عرفناه؟ عرفناه اسمه ايه بقى؟ السكس ديزيز، سكس جنومينتال ديزيز، او بيسموه بقى ريزيولا انفانتا، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ ريزيولا انفانتا. طيب السابع بقى، مش بس سابع بيزيد الريزيولا انفانتم لايك بس مايل مايل. فتوقع في الطفل لما يجي لك دايما الطفل اول حاجه شوف بس زول هيتلاقي فيه انفلاميشن، تلاقي التونسلاي وتلاقي سور ثروت، ممكن تلاقي سكن راشز، عشان كده لازم تقلعه تشوف الايه سكن راشز، لان الديستريبيوشن ما تاخد كلينيكال بعد كده ليها طريقه باتر في الديستريبيوشن. وانا قلت لكم الديستريبيوشن المره بتاع التشيكن بوكس والسمول بوكس، حد فاكر؟ حد فاكر ولا مش فاكر؟ قلنا الديستريبيوشن هنا مختلف، ده مرض وده مرض. قلنا الديستريبيوشن ممكن اعمله من الديستريبيوشن. طبعا اللي ما حضرش فاتح بقه وما عندوش فكره. ذنبي انا حاجه فيها العمليه؟ ماليش ذنب. يبقى خلصت بقى ايه؟ الهيومن هيربس فيروس 7 اللي هو بيديني ايه؟ ريزيولا انفانتم لايف او فيفث ديزيز لايف، مش كده ولا ايه؟ او ساعات بيسموها اكزانثيما سابيتا، ثلاث اسماء دول يسموها كده. انا خلصت الايه؟ خلصت البيتا، ناقص لي بقى ايه؟ الجاما. الجاما مش هدخل فيها برضه بالتفاصيل. ما انت المرض السادس، السادس ما هو الريزيولا انفانتا او السكس اكزانثيما ديزيز، او بيسموه اكزانثيما سابيتا. سابيتا ما قلتها، قلت لك بيديك ريزيولا انفانتا، الثاني بيديه لايف اقل بيبقى مايلدر شويه، ماشي؟ وبيأفكت ايه موستلي؟ يأفكت السي دي سيلز، الليمفوسايتس اللي هي النوع الايه؟ السي دي 4، السي دي 4، السي دي 4. طيب تعالى بقى على الايه؟ ناقص لنا الجاما، فين الجاما؟ اهو مش ده الجاما؟ فيهم اثنين، نمره كام ونمره كام؟ مش أربعة ولا سبعة وثمانية، خمسة وثمانية يا سيدي. إحنا قلنا الألفا واحد واثنين وثلاثة، والبيتا خمسة اللي هي سيتوكوزال فيروس ومعاها الهيومن هيربس نمرة ستة، هيومن هيربس نمرة سبعة. تاني الجاما بقى فيه اثنين، فيها الإي بي فيروس، دول اثنين علماء وأخذوا جائزة نوبل في في اكتشاف الفيروس ده، واحد اسمه ايبشتاين والثاني اسمه بار، فاخذوا الاثنين مع بعض ايبشتاين بار فيروس. لكن اسمه العلمي اللي هو الفيروس رقم كام بقى؟ رقم كام؟ خمسة. رقم خمسه من مجموعه الهربيتو الفاميلي بتاعت الهربيتو فيروس. ده ليه قصه. الاي بي فيروس ما دام افتكر كلمه الاي بي فيروس، على فكره كلهم شكل بعض بس بنفرق بينهم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها، الانتيجينيسيتي والسيرولوجي والسيتوباتيك افكت اللي بيحصل، كل واحد بيختلف عن الثاني. الاي بي فيروس، اي بي فيروس اللي هو نمره كام؟ أربعة. خمسة. أربعة. لا أربعة. الاي بي فيروس أول فيروس أصلاً بيعمل لي مرض، ما دام افتكر خالص، بيعمل لي مرض اسمه انفكشس مونونيوكلوز. انفكشس انفكشس يعني معدي مونونيوكلوز في المونوسايت. ده بيصيب دايما الادلت واليونج ايج. لو ساب الانفنت الصغيرين واليونج ايج والتشيلدرن ممكن يعدي، وخصوصا في الاميونوكومبل، ويبقى سب كلينيكال. لو في الادلت ممكن يدي مانيفستيشن، وتبان المانيفستيشن في صوره ايه؟ انفكشس مونونيوكلوز، يعني المونوسايت توصل ل 80,000
المونوسايت، وتبقى ليها باترن معين اب نورمال شيب وسايز وخلافه. ويتميز هذا المرض انفكشس مونوكلوزس ده مهدر دمه بين كل الاقسام، قسم بطنه يقول لك عليه بتاع، قسم مش عارف ايه، وكل القسم يقول لك عليه. ليه المرض ده فيه يقولوا ايه، يقولوا فيب. تبص لاقي المريض جاي يانج ادلت، ايوه يانج ادلت، عنده سور ثروت. سور ثروت هنا فيري سيفير سور ثروت، بعكس الانفكشس مونوكلوز بتاع مين؟ بتاع مين؟ السيتوميجالو فيروس. مش قلت لك في واحد اصلي واحد شبيه؟ قلت ولا ما قلتش؟ ايوه. في الانفكشس مونونيوكلوزس الاصلي، وفي انفكشس مونونيوكلوزس لايك، مش كده ولا ايه؟ ده كوزد باي سايتو ميجالو فيروس اللي هو نمبر كام؟ خمسه. ده كوزد باي اي بي فيروس نمبر كام؟ المانيفستيشن هنا بتبقى سيفير، هنا تبقى مايل. هنا تلاقي السور ثروت كلها في سيفايتس، فيبقى سيفير مانيفستيشن. السور ثروت واضحه في، تلاقي هنا وفي ليمفادينوباسي، تلاقي في ليمفادينوباسي حوالين كل السيرفايكال ليمفادينوباسي، وممكن الجسم كله يبقى فيه ايه ليمفادينوباسي، كل الجسم جنرالايز. ماشي يا شباب. وتلاقي هنا في حاجه لسه هقولها لك دلوقتي، في تيست بنكشف بيه اسمه بول بانل تيست، ما اعرفش سمعتوا عنه السنه اللي فاتت ولا. بول بانل، بانل تيست، ايه القصه بقى؟ هو بينفكت موستلي البي سيلز. البي سيلز الريسبتورز بتاعتها 21، انتوا عارفين السي دي بتاع البي سيلز الريسبتور 21، فهو يهم له ايه؟ البي سيلز، ويتكاثر فيها بطريقه بحيث يعمل لها امورتلايزيشن، يعني يعمل انديفينيت نمبر اوف ذا بي سيلز. وهي بتطلع بقى الانتي بوديز او الاميونوجلوبولينز، تطلع لي حاجه اسمها هيتيروفيليك انتي بوديز. هيتيروفيليك، سمعتوا عن كلمه هيتيروفيليك؟ سمعتوا عنها؟ هيتيروفيليك يعني دي نون سبيسيفيك انتي بوديز، يعني ممكن ترياكت ويز انتيجين اذر ذان ذا انديوسينج ايجنت. سمعتوا عنها العمليات؟ سمعتوا عنها؟ يعني لو ممكن هو عمل لي في البي سيلز طلع لي منها انتي بوديز يسموها هيتيروفيليك، هيتيرو يعني نوت سبيسيفيك، هيتيروفيليك، بحيث الانتي بوديز ممكن تتفاعل مع الهورس بلاد او الشيب بلاد، مع انه ما لهمش علاقه بيه، لكن في كروس رياكتيفيتي. طبعا استغلوا العمليات دي، تيست بسيط مش هيكلفنا اي حاجه، عملوا واحد اسمه بول بان الاثنين مع بعض، عملوا اجيب شويه ار بي سيز من الحصان او من الشيب، واروح حاطط معاهم السيرم بتاع البيشن، يعملوا له ايه؟ اجلوتينيشن، اعرف انه ده فيه ايه بقى؟ عنده هيتروفيليك انتي بوديز خاصه بالايه؟ بالاي بي فيروس، يبقى فعلا اشخص الانفكشن. اعد الار بي سيز، اعد الوايت بي سيز، الاقيها مليانه ايه؟ مونوسايد، بتطلع كميه عاليه جدا. يبقى في ابنورمال هيتيروفيليك انتي بوديز موجوده نتيجه ايه؟ الانفكشن، واقدر اكتشفها بانتيجين، لان صعب ان انا اجيب الفيروس اعمل منه ايه؟ انتيجين. فبعمل عادي على سلايد كده اجيبه، بيسموا التيست ده بقى ايه؟ بول بانل تيست. هل هو سبيسيفيك؟ لا نون سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني رياكت ويز اتس اون انتيجين. لا ده هو بيتاكت مع انتيجين ثاني اللي هو الار بي سيز بتاعت الهورس او الشيز. ده بيعمل لي انفكشن مونوكلوز. مشكله المرض ده انه بيأفكت هو بيسموه ساعه الترايد ديزيز على فكره. ترايد كان في طالب السنه اللي قبل اللي فاتت، ابن واحد مسؤول هنا في الجامعه كبير، استاذ كبير هنا كان مسؤول السنه اللي قبل اللي فاتت، جاله انفكشن. طبعا لما راح الاداره الصحيه ولما راح المستشفى شخصوا انه تونسولايتس. انا بقول لك ده مرض مهدر دمه بين الاقسام، ممكن يجي لك ليمفادينايتس موجوده في البطن يقول لك اه ده مالجنسي، ممكن يجي لك ليمفادينايتس موجوده عند الابندكس، الابندكس كلها تبقى مليانه ايه؟ ليمف نود، يقول لك عندك ابندسايتس، ويدخله اوضه العمليات ويروح ايه؟ اعمل له البلع. ممكن يجي له سور ثروت، ممكن يجي له هيباتوسبلينوميجالي، تبص تلاقي هيباتوس، ويجي له سكين راشز اكزانسي زي اللي احنا بنقول عليها، ممكن يجي له جوندس فيقول لك عنده هيباتيتس، فيرال هيباتيتس، مفهوم؟ ممكن يجي له
حاجات بقى في البون، داخل البون، يقول لك عنده ايه لمفوما وعنده ليوكيميا وعنده ممكن يجي له والسبلين مفرقع، عنده رابشر سبلين، فيقول لك دي عمليه جراحيه، ده في اكيوت اوبريشن ودخله الامرجنسي. فاهم القصه ولا مش فاهمها؟ فبيدي مشكله في جدول انا مديهولك، بيبقى مشكله في كله الانفكشس مونوز مع الجماعه النورمال، ياخد وقته ويمشي اللي هم الاميونو كومبلنت ويعدي. ممكن يعدي سب كلينيكال، ممكن يعدي كلينيكال ويبقى اكيوت، لكن يعدي. اتفهمت؟ يبقى الكوزز اوف انفكشس مونوكلوزس ايدر تو كوزز، لا اما اذا كان بروبر يبقى اي بي فايروس، اذا كان نون بروبر لايك يبقى سايتو ميجالو فايروس. تفرق بينهم بايه؟ انه المانيفستيشن في السايتو ميجالو فايروس في الاي بي فايروس يبقى سيفير، والسول سولت سيفير، والليمفادينوماس سيفير، وتلاقي معها سكن ايه؟ راشز، وتلاقيها فيج مانيفستيشن ماليه كل الجسم، كنت تكون حاجات كثيره جدا في الايه؟ في الجسم، اتفهمت؟ وتلاقي بوزيتيف هول بانيك تيست. في تيست موديفايد احسن منه شويه اسمه مونو سبوت تيست. مونو سبوت تيست. الراجل ده اسمه ديفيدسون. ديفيدسون ده مؤلف كتاب بطن محتاج فلوس السنه الجايه ان شاء الله. ديفيدسون بيسموه مونو، يعني مونو ايه؟ انفكشس مونو كلوز. مونو مونو سبوت تيست. ده بيبقى مور ريفاين تيست او مونو سبوت ديفيدسون تيست. ديفيدسون ده كله بيسهل في عمليه التشخيص. يبقى اما اقول لك الفرق بين ده وده تقدر تقول لي خمس ست فروق. ده بالسيتوميجالو والثاني ده. ده بهربس سام 5 وده بهربس 4. ده بيديني سبير مانيفستيشن وده هو بوزيت بول بانل تيست وده بس شيت توز جنرال لينفا دروماس والثاني ده. في سكن راشز كتيره وهنا ما فيش سكن خالص. فهمت ولا ما فهمتش؟ ها؟ في بتاع 10 فروق قبل ما قلتهم ده. لغايه هنا انتهينا. لكن في بقى حاجه ممكن تحصل للجماعه بتوع الايه؟ الانفكشس مونوكلوزس. ممكن ينقلب بقى الى ماليجنس، وده اول فيروس يعرفوا ان هو سبب الماليجنس. ينقابل لحاجه اسمها بيركت لينفوما، لو تعرفوا سمعتوا عنها. بيركت لينفوما. ينقلب لايه بقى؟ على الله بس ما يجيلناش اي حد دلوقتي يقطع لنا المحاضره دي. بيركت لينفوما. الجماعه اللي هم مجموعه من الناس يتقلب لماليجنس اسمه بيركت لينفوما، وده بيبقى افريكا، بيبقى لينفوما موجوده في اللور جو. افريكا بيركت لينفوما. ممكن الجماعه في جنوب شرق اسيا يجي لهم حاجه اسمها نيزو فارينجيال كارسينوم، ممكن يقلب الى ايه؟ نيزو فارينجيال، وده مميت على فكره، كارسينوم. ممكن يديني هوجيكل، وممكن يديني بي سيل لينفوما، وممكن يديني مالتيبل لينفومز. وفي ديزيز بيجي مع الجماعه بتوع الايه؟ الايدز، اسمه اورال هيري هيري. هيري جايه من زي الشعر يعني، ليكوبليكيا. دي بري كانسر، ليكوبليكيا. تلاقي اللسان بتاعه كله والماوس مليان وايتش ديسكالريشن، والبابيلي تكبر، وبيقول هو حاجه اسمها اورال هيري ليكوبليكيا. ودي كلها دي مالجنان ديزيز. يبقى ممكن الانفكشس مونونيوكلوزس بدل ما يعدي مع الاميونو كومبتنت مع مجموعه من الناس في سيرتن لوكاليتي في سيرتن جيوغرافيكال ديستريبيوشن مع سيرتن هابتس بيمارسوها ينقلب الى ايه؟ مالجنس. ياخد صوره ايه؟ بيركت لونفوما. تلاقي الجو ده كله بقى ايه؟ او نيزو فارينجيال كارسينوما، او هوجكن ديزيز، او مالتيبل لينفوما، ماشي؟ او بيتا لينفوماز، او بي سيلز لينفوما، او اورال هيري ليكوبليكيا. ده بنقوله بتوع الاسنان بالتفصيل، اورال هيري ليكوبليكيا. فاهم القصه دي؟ ايه السبب بقى في العمليه دي؟ يعني؟ اولا الاميونيتي بتاعته بتكون قليله، السي دي اي بتبص تلاقي تبقى ابنورمال فانكشنليس تي سيلز، بيسموها داوني سيلز في الحاله دي. داوني سيلز. يبقى اقدر اشخص من وجود الايه؟ الداوني سيلز. يبقى في داوني سيلز وطبعا البي سيلز قلت لك ايه؟
تبقى نوت اندر كنترول. والجماعه دول بيحصل ايه بقى؟ المفروض بيبقى في ابوبتوزس مش كده؟ نعم. اللي هي بروجرام سيل ديث مش كده؟ الابوبتوزس يقل يبقى في ايه؟ الابوبتوزس. ايه سبب العمليه دي؟ قال لك ممكن في جيوغرافيكال ديستريبيوشن. بتوع افريكا دايما متعرضين للملاريا، والملاريا بتقلل لي الاميونيتي. بتوع جنوب شرق اسيا وايطاليا وبعض الحتت يجوا نزو فارينجا كارسينوم بياكلوا اكل معين. الناس قالت ان ممكن الفيروس ده يكون فيه فيريس اونكوجين يجي مع الانكوجين الموجود في الهوست سيلز بتاعت البني ادم نفسه، الاثنين يركبوا مع بعض فيحصل لي سبريشن للايه؟ للبروتين اللي فيه سبريشن البروتين بيمنع عمليه تكاثر الخليه. مره بديها لكم كده بالتفصيل، مفهوم يا شباب؟ هو بيعمل لها ايه؟ ابولش الاكشن اوف بروتين اسمه تيومر سبريشن بروتين. ربنا حاطط فينا جين يطلع ايه؟ التيومر. كل ما يجي تيومر يجي يطلع الجين ده يروح مطلع بروتين، البروتين ده بيسموه بروتين بيسموه 53 وبروتين تاني بيسموه 105، ما اعرفش سمعت عنه اسمه ريتروبلاستوما بروتين وبروتين تاني. الجين ده يروح مطلع يعمل فرامل يسموه يعمل بريكنج للجراس. فاهمك الحته دي؟ فممكن يحصل لنا المرض الاخير بقى كابوسي ساركوما. كابوسي ساركوما والانفكشس مونوكلوز ده قلت لك بينتقل عن طريق حاجات كتير، عشان كده بيسموه ساعات جلاندولار فيفر، لان كل الجسم بيبقى فيه جلاندولار فيفر. ده نفس الاسم بيتسمى جلاندولار فيفر او انفكشس مونوكلوز. وكونه بينتقل عن طريق الصلايبا والكيسنج والممارسه الجنسيه ساعات بيسموه كيسنج ديزيز. خد بقى الاسم ده كيسنج مرض القبله او الجلاندولار، لان كل الجسم قلت لك فيه ترايات، في هيباتوسبرين وميجال وجنرالس لينفاتينوباثي ومعاهم ايه؟ سورس روت وسيفير سورس روت انفكشن. خلصت انا من الايه؟ من المرض ده. ناقص لي اخر حاجه الكابوسي ساركوما اللي هو نمره كام؟ 8. الكابوسي ساركوما ده بينتقل برضه بكل المعظم وخصوصا امراض ايه؟ السكسوال والبلاد ترانسفيوجن والتيشو ترانسبلانتيشن. لقوه اسوشيتد دايما وذ ايدز، دايما يبقى اسوشيتد وذ ايدز. بيديني في الايدز مالتيبل تيومرز. كابوسي ساركوما عباره عن ايه؟ فاسكولو كوتينوس مالتي فوكال تيومرز. تلاقي كل الجسم مطالع من ايه؟ بزابيز ورمه، بزابيز تيومر مالتيبل تيومرز. ده اللي كوزد باي وات؟ كابوسي ساركوما. كده يبقى انا خلصت. ناقص لي دقيقه ولا اتنين؟ ها؟ خلصت كده؟